نعم منى، لا تزال الاشتباكات دائرة في بعض مناطق الخرطوم بصورة محددة. مدينة الخرطوم طبعا أيضا في أم درمان وبحر يبدو أن هنالك يعني بعض الاشتباكات التي تدور، ولكن نلاحظ يعني قبل حوالي ساعتين من الآن وحتى الآن هنالك هدوء نسبي في بعض الأحياء، حتى يعني بعض المواطنين خرجوا وتحدثوا عنهم خرجوا إلى الشارع ويحاولون الآن، يعني طالما أن هنالك المساء في رمضان طبعا يعني طويل ويحتاج لأنه الناس يمكن أن تقضي حاجات، فبعض الناس خرجوا كي يقضوا بعض الأشياء، هنالك من ذهب لشراء الخبز والحاجيات، يعني بعض الأحياء فيها هدوء نسبي وفيها مساحة للحركة الآمنة. هذا بعد يوم حافل ونهار أيضا حافل بهذه الاشتباكات التي يعني بدأت منذ صباح الأمس اندلعت في السودان الخرطوم وبعض المدن السودانية. طيب لو أردنا الحديث عن الهدنة الإنسانية التي تم منحها لخروج بعض المدنيين أو حتى لإخراج المرضى، ما مدى الالتزام بفتح هذه الممرات الإنسانية يا سهام لخروج هذه الحالات الإنسانية؟ نعم، هو في البداية طبعا يونيتانس والآلية الثلاثية هي التي يعني قامت بالتوسط لهذه الهدنة الإنسانية وفتح الممرات والطرق الآمنة لخروج هذه هؤلاء المدنيين العالقين في مناطق مختلفة في الخرطوم تقع بجانب بؤر الصراع والاشتباك بين الطرفين، وكل من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وافقت على هذه الهدنة لمدة 3 ساعات حتى يتم إجلاء هؤلاء المدنيين، ولكن يبدأ أن تم خرقها مبكرا، يعني سمع مباشرة ذوي انفجارات وإطلاق نار بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في مقر للدعم السريع يقع في مدينة الخرطوم بحري. قبل قليل أيضا مرة أخرى أطلقت اللجنة التنفيذية للأطباء نداء عاجلا أيضا للمنظمات الدولية بأن تساعد في إجلاء المدنيين السودانيين، وأيضا نشطت الطرفين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالحرص على هذه يعني الممرات الإنسانية الآمنة من أجل هؤلاء المدنيين، ويعني وضعت يعني عدد قائمة طويلة جدا تحتوي على عدد من المؤسسات والكليات والداخليات والمدارس وعدد من المرافق التي يوجد بها مدنيون عالقون منذ الأمس ولم يستطيعوا الخروج من أماكنهم نسبة لوجودهم بالقرب من أو في محيط القيادة العامة بالقرب منها، وهي منطقة خطرة لم يستطيعوا الخروج منها، ويعني في كل مرة يتكشف عدد جديد من المدنيين العالقين في أماكن مختلفة في الخرطوم لا يستطيعون الخروج منها منذ الأمس. تحدثت عن من خرج يا سهام لقضاء ربما حاجته واشتراء ما يرغب به من غداء ودواء أيضا، أما بالنسبة لمن يقطنون بجانب أماكن الصراع ماذا عن تأمين احتياجاتهم وتوفير الغداء لهم يا سهام؟ نعم، هؤلاء سيضطرون طبعا ل يعني ان يعتمدوا على ما لديهم فقط وان كان شحيحا، فلا يستطيعون الخروج. طبعا قبل قليل احد الزملاء الاعلاميين كتب تجربته على الفيسبوك وقال بانه يعني تم بصوره فجائيه اخترقت رصاصات جدار المنزل لديهم، و يعني عملت هذا الإطلاق النار العشوائي أتى إلى المنزل وأصاب الشقة بالأضرار وأصاب العمار التي يسكنون فيها بأضرار كبيرة، وقال إنهم الآن يعني يجلسون دون خدمات، يعني تضرر الصرف الصحي، تضررت المياه، تضررت كافة الخدمات في العمارة، ولكنهم لا حل لديهم سوى أن يبقوا في أماكنهم، فالأماكن التي يعني هي بالقرب مناطق الصراع هي تعاني وعليهم أن يتحملوا مخاطر كبيرة، منها يعني لا قدر الله أن يفقد أحدهم
حياته. إذا المسألة يعني هي ليست ثابتة، هنالك مناطق تكون مشتعلة جدا وبعد قليل تهدأ لتشتعل مناطق أخرى، هنالك طرقات تكون آمنة بعد قليل تنفجر، هنالك مرافق أو شارع يكون آمن الناس تذهب فيه بعد قليل. يعني المسألة ليست ثابتة، ولكن يعني نلاحظ قبل قليل وحتى الآن هنالك هدوء نسبي يسود في الخرطوم. طيب سيام، أيضا الحديث عن بعض الزملاء الإعلاميين، نقابة الصحفيين تقول أن بعض الزملاء الإعلاميين محاصرين في أماكن عملهم منذ يوم السبت، ما الجديد بخصوصهم؟ هل تم السماح لهم بأن يخرجوا بالوصول إلى ديارهم ومنازلهم؟ نعم، هؤلاء الإعلاميون هم الزملاء من يعملون في وكالة السودان للأنباء، هم أيضا عالقون داخل المبنى منذ الأمس، وهنالك زملاء آخرين إعلاميين معلقون في مباني الإذاعة والتلفزيون التي يسيطر عليها حتى الآن الأذان السريع ولا يستطيعون الخروج. فالنداءات هذه أطلقت حتى يعني يتم أيضا الانتباه لهؤلاء، حتى يتم إجلاءهم وعودتهم إلى منازلهم دون أن يعني يعانوا من المخاطر التي يتعرضون لها الآن. طيب سهام، أيضا بالنسبة للمستشفيات والطاقات الاستيعابية، من استطاع الوصول إلى المستشفيات، حدثنا عن الطاقات الاستيعابية داخل المستشفيات، مع العلم أن هناك بعض المناطق التي تم فيها كليا انقطاع الكهرباء وأيضا عدم وجود الدواء بها. نعم، طبعا القطاع الصحي في السودان أصلا هو يعاني من مشاكل كبيرة، وهذه الأزمة العسكرية الأمنية التي يعيشها السودان حاليا خلقت يعني أعباء كبيرة جدا على هذا القطاع الذي يعاني. أصلا أطلقت نداءات بالأمس لي يعني تطلب من الكوادر الطبية المختلفة الإسراع للانضمام للوحدات الصحية بالمستشفيات وغيره، أطلقت نداءات أيضا بتوفير المعينات الطبية، أطلقت نداءات اليوم لتوفير يعني دم لبنك الدم في الخرطوم لأن هنالك شح في هذه المسألة، و يعني يحاول ايضا لجنه النداء للاطباء لقد نداء قبل قليل بان يعني يتم يعني الانتباه لهذه المستشفيات ويتم اجلاء ضمن الحاجات الانسانيه ايضا اجلاء المرضى والمصابين الذين تم اسعافهم من هذه المستشفيات الى منازلهم لانهم لا يستطيعون الخروج والعوده الى منازلهم. وهنالك استضافه في هذه المستشفيات، وهنالك يعني مع انعدام الخدمات الطبيعيه من طعام وشراب وغيره وشح المواد الطبيه. بعض يعني المتطوعين لجؤوا لان يعملوا على تشغيل الوحدات الصحيه المختلفه الموجوده في الاحياء من خلال يعني الكوادر الطبيه المتطوعه ومحاوله توفير بعض المعينات الطبيه التي تعين في الاحياء المختلفه لمساعده يعني المواطنين الذين لا يستطيعون يعني ان يسيروا او ان يصلوا الى المستشفيات الكبيره. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا. سهام سعيد مراسلة الغد كنت معنا من الخرطوم، شكرا لك.